السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج ترحيب، ونرحب أيضا بمستمعينا الكرام عبر تردد 97 FM. فهد مساء الخير. الله يمسيك بالنور والرضا وبركة السعادة، والحمد لله على السلامة يا علي. حياكم الله مشاهدينا في حلقتنا اليوم، مواضيع متنوعة وضيوف متميزي، إلى جانب سلسلة من التقارير التي تواكب أبرز الأحداث والفعاليات في الدولة وأبرز ما تتضمنه حلقة الليلة. حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى يشهد وصول أول دفعة من طائرات يورو فايتر تايفون إلى قاعة خان الجوية. وخبرنا الثاني، ادعاء المشاعر الإيجابية نحو الآخرين وراء علم النفس فيما يعرف بالإيجابية السامة. هذه كانت أخبارنا سريعة، ولكن إن شاء الله راح نتطرق لها في سياق الحلقة. البداية عندك يا علي. يا فهد، في البداية شهد حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد الثاني أمير البلاد المفدى وصول أولى دفعة من طائرات يورو فايتر تايفون الذاريات التابعة للقوات الجوية الأمريكية القطرية، وذلك في قاعدة دخان الجوية، حيث وصلت ضمن تشكيل سرب الطائرات من نوع F-15 ورفال. وشاهد سمو الأمير المفدى عرضا جويا حيا للطائرات. عقب ذلك قام سمو الأمير بجولة في قاعدة دخان الجوية، شملت مبنى قيادة جناح الطيران رقم 6 رافال، ومبنى الإقلاع الفوري، وبرج المراقبة، ومركز العمليات الجوي، حيث اطلع سموه على الأنظمة والتقنيات المتطورة للمهام والعمليات الجوية التي تهدف لتطوير قدرات القوات الجوية الأميرية القطرية. رافق سموه سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع، وسعادة الفريق الركن طيار سالم بن حمد بن عقيل النابت رئيس أركان القوات المسلحة القطرية، واللواء الركن طيار جاسم بن محمد المناعي قائد القوات الجوية الأمريكية القطرية، وعدد من كبار المسؤولين والقادة الضباط في القوات المسلحة القطرية. نعم، هذا وقد كتب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد الثاني أمير البلاد المفدى على موقع تويتر: شهدنا اليوم وصول أول دفعة من طائرات يورو فايتر تايفون الذاريات، والتي تأتي ضمن مسيرة بلادنا المتواصلة في تطوير قواتنا الجوية الأميرية القطرية وتعزيزها بأحدث أنواع العتاد والطائرات المقاتلة وفق أعلى المعايير العالمية. نعم يا فهد، للشأن السياحي ومشروع ضخم سيرى النور على تلال كتارة، إذ وقعت مؤسسة الحي الثقافي كتارة اتفاقية تعاون مع شركة استثمار القابضة لتأسيس مشروع سياحي جديد هو منتجع كتارة هيلز، وسيمنح الزوار تجربة ترفيهية فريدة ويتناغم مع مشروع كتارة الثقافي والسياحي والسياحية المستدامة. وتم الإعلان عن تفاصيل الشراكة بين الطرفين خلال المؤتمر الصحفي عقد في كتارة، نتابع في هذا التقرير. يطيب لي أن أرحب بكم أجمل ترحيب، وأعبر عن سعادتي الكبيرة لمشاركتكم هذا اللقاء المبارك للإعلان عن تفاصيل المشروع السياحي الجديد منتجعات وفنادق كتارة هيلز الفاخرة، وهو المشروع السياحي الفاخر الذي يعد بحق من المشاريع السياحية المتطورة وتواكب ما تشهده الدولة من إنجازات عملاقة وجهود دؤوبة لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، كما يتكامل مع مشاريع كتارة الثقافية والسياحية المستدامة، ويمنح زوار كتارة مرفقا ترفيهيا يتناغم مع تلال كتارة بإطلالاتها الخلابة، إلى جانب ما يقدمه للنزلاء من فرصة للاستمتاع بالفعاليات والأنشطة الثقافية والفنية والتراثية والرياضية المتنوعة التي تحتضنها كتارة على مدار العام، مما يعزز مفهوم السياحة الثقافية المستدامة التي تساهم في تعزيز الفرص المتاحة في ازدهار السياحة في دولة قطر. الأخوة والأخوات الأفاضل، لا شك أن مثل هذا المشروع الحيوي الذي يضاف إلى مشاريع كتارة الثقافية والفنية والسياحية
المتميزة والمبتكرة هو من المشاريع النوعية والجديدة ذات الأهمية المتنامية، وسيكون له تأثير كبير، وهو ما من شأنه أن يعزز الاستقطاب الثقافي والسياحي والاستثماري، مما يؤكد مكانة كتارة كصرح ثقافي وسياحي متميز في الدولة والمنطقة. أن تكون شخصاً إيجابياً بالتأكيد الأمر مفيد، ولكن ادعاء مشاعر الإيجابية في غير محلها وبشكل لا يتناسب مع الواقع ربما يسبب لك أثراً عكسياً ويجعلك تقع في فخ ما يعرف بالإجابة السامة. يا علي، نعم يا أبو علي، وللتعرف أكثر على مفهوم الإيجابية السامة وكيفية تجنبها يسعدنا يكون معنا في الاستديو السيد محمد حيدر الحيدر، استشاري تمكين وتطوير. أخوي محمد، تشرف فيك على شاشة قناة الريان في البداية. الله يحييك، زدوني شرف. الله يسلمك. الله يسلمك. محمد، ما هو علم النفس الإيجابي اليوم؟ يعني في ناس كثير إيجابيين، أنا واحد صراحة إيجابي بزيادة وأنصدم. ها بعري شوي. أنا قلت لك أنصدم في الحياة. عليك اليوم الموضوع. شنو نعرف الإيجابية بالشكل الصحيح؟ طيب الحين طبعا علم النفس الإيجابي هو العلم اللي يعني بدراسة عافية الإنسان وعافية المجتمع. شلون ممكن الإنسان تكون عنده جودة حياة عالية، يعيش حياة طيبة كريمة في ظل الابتلاءات والتحديات كلها اللي هو يمر فيها. جميل جدا. بالنسبة حق الإيجابية، هي ويمكن أنا درست علم النفس الإيجابي وما أقول عن نفسي أن أنا إيجابي بحت، ويمكن أنا من الناس اللي بين قوسين ضد الإيجابية المفرطة الزايدة اللي مؤخرا قعدنا نسمع الناس تكلم تقول يا أخي شوف الجانب الممتلئ من الكأس، يا أخي خليك إيجابي، صراحة خليك إيجابي، ابتسم إيه. ابتسم، اضحك، ليش مكشر، ليش زعلان؟ هذه معلومة عبد العزيز، هذه تقال لأي شخص، أنا أعتقد أنها من نوع من رفع المعنوية، ولكن الشخص اللي تصير عنده عكسية نبغى نعرف وضعه عشان نوضح أيضا للمشاهد. جميل. هي في نقطة مهمة، أن في فرق بين الواقع اللي الإنسان يعيش اللي برا، وفي وبينه وبين الواقع اللي الإنسان يمر فيه داخل. فإحنا كلنا نعيش، إذا صح التعبير، عالمين أو واقعين، عالم برا وعالم داخلي أنا. صحيح. فأخي ممكن تكون أمورك طيبة وعندك خير وكل شيء تمام، مش مبسوط برا، ولكن من داخل مهم مبسوط. جميل. فلما يجيك تقول حق إنسان يا أخي أنا ضايقة فيني الوسيعة ومالي خلق، يقول لك يا أخي شوف الجانب المتلم الكأس، يا أخي ترى أنت متزوج وعندك عيال، قول الحمد لله، قول الحمد لله، في ناس ترى ما عندهم أي. فأنت بتحس إن يا أخي هذا الإنسان مو فاهمني، فأول شيء بيصير لك بتسكر، ما بتكمل، وأنت كنت بتفضفض، لكن عقبها تقول يابا خلني ساكت أحسن. صحيح. هذا ما راح يفهم. فالإيجابية هذه هي الإيجابية السامة اللي فيها إنكار تام للواقع، مو بس اللي برا، للواقع اللي أنت قاعد تمر فيه. صحيح. فهذه الله يسلمك فكرة الإيجابية السامة وتوضيحها. زين أبو عبد العزيز، ليش أقول لك من الصعب أن الواحد يكون إيجابي على طول؟ الإنسان الله يسلمك، وهذا يمكن أغلب الناس ما تعرف المعلومة هذه، الإنسان الله سبحانه وتعالى خلق سبحانه دماغه سلبي بطبع. يعني إحنا أدمغتنا عندها ما يسمى في علم النفس الميول نحو السلبية. إحنا بطبيعتنا سلبيين، يعني أنت تشوف ورقة بيضة أول شيء بيجي عينك عليه النقطة السوداء اللي فيها، تشوف المكان نظيف أول شيء بيجي عينك عليه الجزء الواسخ فيه. خلني أعيش معك الإيجابية الحين. أي. بقولك ليش هذا ما يكون يعني ذكاء أو لماح، أو إنه يبي الشيء الكمال، والكمال لله سبحانه. تمام. بس هي الحين الفكرة إن إحنا بطبيعتنا إحنا بالطريقة هذه. ليش؟ لأن الله سبحانه وتعالى أعطانا الدماغ على أساس يحمينا ويحافظ على حياتنا. جميل. فأنت اليوم يا أخي ماشي في الشارع شفت واحد بيلف عليك، سبحان الله على طول تنتبه إنه هذا بيلف عليك فتحاسب. طيب لو أنت دماغك ما كان مايل للسلبية ما شفت هذا اللي بيلف عليك وما انتبهت له. فكل شيء في حياتنا يصير لنا عشان يعني دماغنا موجود عشان يحمينا، فعشان يعني لهذا السبب إحنا عندنا ميول نحو السلبية. فالتفاؤل والإيجابية لازم تكون يكون فيها جهد عند أغلب الناس. طبعا أخوي علي غير.
زين بس عند أغلب الناس الإيجابية عندنا جهد، فإحنا لازم نجتهد عشان إحنا نكون إيجابيين. فالحين إحنا لازم نطيع ونفهم إن إحنا بطبعنا سلبيين، ما نقدر نروح للجانب الآخر من الأمر نقول يا أخي لا الأمور طيبة، ما نقدر نروح للجانب الآخر، لازم يكون عندنا فهم للواقع وإدراك واستيعاب له، بأن تعال ترى إحنا في عندنا مشاكل، عندنا الكاس هذا ترى يعني هل كثر فيه مليان وهل كثر فيه فاضي، أنا أحتاج إني أجيب لي ماي ثاني. طيب إذا قلت لا الأمور طيبة والله في عندي ماي، إنزين بقيت عندك قطرة، شوف جانب الممتلئ من الكأس ما يصير. فهني فكرة إن إحنا لازم تكون عندنا إيجابية ولكن بواقعية عشان نقدر نتعامل مع التحديات اللي عندنا. ما رح نوصل للمثالية يعني، أو النائب مثل ما يقول لك يدعي المثالية. صحيح. هذه المشكلة. أنا هذا بقول، أنا اليوم يعني يمكن أبو علي أو يمكن بعد شاركنا في الرأي أخوي، زمان القديم ما كان في وسائل تواصل اجتماعي، ما كان في إعلام، كان تلفزيون وأخبار، ما في تسويق، ما في تصوير مباشر. ما تشوف أخبار حزينة، ما تشوف مثلا حروب، ما تشوف وسائل التواصل، حتى الأغاني القديمة، الأشعار المحزنة. هل هذه الأشياء تأثر على شخصية الإنسان من ناحية الإيجابية والسلبية؟ إحنا اليوم يعني وخصوصا وقت الكورونا، يقول لك دراسات أثبتت بأن الناس في وقت الكورونا مرت بضغوط نفسية واضطرابات نفسية أكثر من أي وقت مضى للستين خمسين سنة اللي راحت. صحيح. يعني لين الحرب العالمية الثانية كورونا كانت أسوأ حالة نفسية مرت فيها الكرة الأرضية. صحيح. فإحنا اليوم لما نجي نشوف التحديات اللي عندنا غير عن تحديات قبل. قبل الإنسان كان همه يعيش، لذته في العرق اللي يصب، قوت يومه، قوت يومه، خلاص الحمد لله رب العالمين، أنا أموري طيبة، قوت يومي، عندي بيتي يغطيني، أهلي بخير، خلاص أموري طيبة. لكن اليوم صارت عندنا وفرة مفرطة. صحيح. وخلتنا أن إحنا نحس ما عندنا لذة بالحياة. خلاص أنت 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 يا أخي كل شيء موجود، ما عندك شيء تسعاله، حتى شغلك مرتاح فيه، فما عندك الجهد هذا، ما عندك السعي هذا، فتبي كل شيء ببساطة بسهولة. لذلك للأسف يعني سبحان الله، يعني احد الكتاب المشهورين في 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 في, في مجال علم النفس يقول لك احنا اليوم مشكلتنا راحتنا. احنا اليوم مشكلتنا. صحيح. وسبب ازماتنا النفسيه راحتنا. انت لازم تتحرك وتعرق وتجتهد وتتعب عشان قلبك ينبض، عشان ينضخ دم في جسمك، تبذل جهد، تبذل جهد عشان التعب والاسترس والضغط هذا كله يروح والسلبيه كلها تروح. صحيح. وتكون جاهز. لكن يا أخي بسبة أنك أنت مرتاح، أنت يا أخي راحتك هذه سلبية، أنا أسمي هذه الإيجابية السلبية. يعني أبو عبد العزيز ممكن أيضا أضيف على كلامك، الدول المتقدمة الأوروبية اللي عندها جميع الإمكانيات والرفاهية وكل شيء، يمكن نسبة الانتحار فيها نسبة عالية. صحيح. نسبة الاكتئاب وهذه. زين مدام حين وصلنا إلى الناس، والناس للناس جعل ربي يطول في أعمار شيباننا وأمهاتنا إن شاء الله والسامعين، هل الإيجابية السامة تأثر بين العلاقة بين الناس؟ جداً. شلون؟ جداً يا أخي، أنت اليوم ناس ما قلت لك والله واحد مثلاً واحد قريب منك، ولا مثلاً يا أخي واحد وزوجته يروح لها يقول لها أنا اليوم تعبان وأنا فيني وأنا فيني، تقول لي يا أخي لا إن شاء الله كل أمور طيبة، إن شاء الله كذا، بتسم حق الدنيا، أمورك بخير، حق الدنيا تضحك لك، عشان الدنيا تضحك لك، تفائل. الأمور هذه كلها طيبة زينة، كلام زين طيب. صحيح. لكن هو يحس بأن يا أخي مو بفاهمة، هي مو بفاهمته. ونفس الشيء العكس صحيح، ممكن يا أخي المرأة تجي وتقول حق زوجها أنا تعبت من العيال، احمدي ربك أن عندك عيال أصلاً، في ناس ما عندهم عيال، قولي الحمد لله ترى هذيل الصداع اللي هم يجيبونه ترى ناس تمناه، ممكن كلامه فيه شيء من الصحة. نعم. ولكن الإشكال أنها هي ما تحس أن هذا الإنسان فاهمها. جميل. ما تثق بأنه راح يفهمها، ما تحس بالأمان والتقبل معه، فراح يسبب شرخ في العلاقة، فما راح يتكلمون مع بعض. طيب هني أنا لو أسألك، يعني عاداتنا الخليجية أو العربية أو يعني نقول الشرق أوسطية دائما نحب نطبطب، أي. لا إن شاء الله أمورك بتزين، لا أصبر شوي، تحمل، وميزة طيبة. إيه على فكرة. إيه ميزة يعني طيبة. وهني بعد في جانب آخر، يعني كيف إحنا ممكن يعني نتغلب على هالشيء؟ هاي واحد. اثنين، الجانب الثاني في ناس روايات سلبيين، يعني هل السلبية تفضل أحسن من الإيجابية السامة؟
ولا تكون وسط افضل، لان وايد في ناس سلبيين، لا والله انت اليوم يكلم منتقد ما يعجبه شيء، ما يعجبه شيء انت اليوم وتلاقيه ترى في كل مجلس صحيح. في كل بيت واحد بس هما لا لا هاي كلام غلط، هذا اللي يصير غلط. كيف ممكن نتوازن وكيف ممكن نعدل من حياتنا؟ جميل، هو الله يسلمك. شوف النقطه الاولى هي ان احنا عاطفيين شوي، محافظ وعاطفيين ان انفعاليين، لكن ما نحب نتكلم في العاطفه. صحيح، يعني اذا تشوف واحد يصيح لا تصيح، انت رجال ما تصيح. أيه. تشوف واحده كذا تصيح تروح تحاول تمسح الدمع. ما احنا مو هم متعودين ان احنا نتعامل مع العواطف، احنا مو متعودين ان احنا نشوف رجل يبكي مثلا، صح؟ فمو متعودين على الامور هذه، فلذلك احنا نطبطب لان ما نبغيه يعبر، ما نبغيه يطلع. بينما تجي تشوف مثلا في مجتمعات ثانيه يتكلم ويصيح ويبكي وينوح ويسوي بلاوي وقصص. يعني انت في هالحاله تفضل انه يتكلم يطلع اللي في خاطره؟ خله يفضفض. جميل، خله يتكلم. يا اخي جاك قال لك يا اخي انا متضايق، قل له عسى ما شاء. صح فيك. يعني انا اليوم جيت وان شاء الله ما تنأخذ على السكيورتي اللي عند الباب. جيت اليوم وانا داخل عند نازل مواقف، جاني رجل الامن قال لي سلام. قلت له حك بالسلام. قلت له كيف حالك مدير؟ نطحت الصياح بالصياح. قال لي والله انا تعبان، انا اليوم تعبان. ما قلت له لا امورك طيبه، قلت له ايش فيك تعبان؟ قال لي والله يا اخي انا بلاعيمي، احس بسخونه حراره. قلت له متى بتروح المستشفى؟ شوف انا واقف عند الباب ها. قلت له متى تروح المستشفى؟ قال لي الحين ان شاء الله، انا الحين نفريجي الحين انا اروح. فشوف هذا الحوار البسيط، لو انا قلت له لا انت بخير، انت بخير، امورك طيبه، ما بيحس انه صح. ان حد فاهمه. ولكن هذه فكرة إن إحنا نرتبط بالشخص اللي قدامنا ونقول له يا أخي أنت شكلها الدنيا صعبة، شكلها الدنيا كفختك، شلون أقدر أساعدك؟ هني الإيجابية الحقيقية، إن أنا أكون إنسان فاعل مبادر في عملية إن أنا موقف. أحصل حل، عندي موقف مع الشخص، ولكن مو بطبطب عليه وأسكر الموضوع وأنا مالي خلق له، أنا أقرقر على راسي، يقعد يعور راسي وكذا. فهني هذه الإيجابية السامة اللي ممكن تكون مدمرة للفرد وللعلاقة. والسلبي الحين الإنسان بعد إحنا على قولتهم لا أطخ ولا أكسر مخه، فأنا أمسك العصا من النص. صحيح، فأنا ما أبغي أكون سلبي بزيادة بحيث أن ما أشوف التفاؤل. ولذلك التفاؤل بالخير تجدوه، وإحنا اليوم ما نكون إيجابيين، نكون متفائلين، نكون صحيح. متوكلين غير متواكلين. عقلها وتوكل، كنا احنا نسولف قبل شوي. صحيح يا اخي، تروح تحط الناقه وتقول يا رب انا ايجابي وبتفائل وان شاء الله امورها طيبه، برجع بلاقيها بشوفها موجوده. الفكره ان انت تسوي اللي عليك، يكون عندك تقبل الواقع، فاهم الواقع، فاهم التحدي والمشكله، فاهمها بتفاصيلها ومحللها، وبعدين تتوكل على الله سبحانه وتعالى بانك تتفائل، بانك انت بتسعى، واذا سعيت ربك بيسوي الخير. فانت عليك السعي وعلى الله النتيجه. صحيح، احنا النتيجه مو في يدنا، احنا نتفائل، نقرب الواقع ونسعى، بعدين نخلي باقي على رب العالمين. صحيح. واللي الله بيعطيني اقول الحمد لله رب العالمين. والله ابو عبد العزيز، يمكن اول ما بديت انت يمكن انا وكثير من المشاهدين ما كنت مقتنع بالكلام اللي تقوله في البدايه، لكن الان توضحت، حطيت النقاط على الحروف، ان هناك في ايضا واقع في التوكل على الله فيه. انزين، احنا الان الايجابيه الزايده هل هي تعتبر يعني من اللامبالاه عند بعض الناس؟ يوصل مرحلة أن لا مبالاة عنده من الإيجابية الزايدة المفرطة؟ إيه الله يسلمك. شوف إحنا يعني تخيل ممكن مثلا إنسان يكون مريض لا قدر الله، بعيد عنا وعنكم الشر، روح المستشفى ترى أنت فيك كذا، لا ما فيني أكل خير. يا أخي تخيل أن مثلا واحد مستواه مهب زين في المدرسة في الجامعة، أو مثلا أدائه غير ممتاز في الدوام، أخذ دورات وفي الدورات وغيرها، فهو إيجابي بحيث أنه ينكر للواقع. فإحنا متى الإيجابية تكون سامة؟ متى الإيجابية تكون سلبية؟ لما يكون عندنا إنكار للواقع وإحنا ماخذين، وهذه سبحان الله يعني هذه وضع السلبية. أنت تقول يا أخي تدري الأمور طيبة وخلاص، خلنا بطريقة هذه. فإحنا لما نشوف حتى مثلا على مستوى دولة قطر التحديات اللي احنا مرينا فيها مؤخرا، صحيح، ما كان فيها انكار، كان فيها تقبل للواقع. احنا يا جماعه ترى في عندنا تحدي، خلونا نشوف نحط الخطه كامله ونبدا نسعى لها. ولذلك سبحان الله يعني وقالها سمو الامير رب ضاره نافعه. صحيح، يعني هذه الايجابيه
الحقيقية. احنا ما سلمنا ولا هنش قلنا لا خلنا إيجابيين الأمور طيبة، لا الأمور إن شاء الله بتكون طيبة إذا احنا فهمنا الوضع وخذنا وفي قرارات وفي مشاريع قامت. سبحان الله يعني أنا أسميها السلبية الإيجابية، هذا يمكن موضوع ثاني. صحيح. هذه كانت سلبية إيجابية يعني عادت على المجتمع وعلى الفرد بالفائدة وبالنفع. صحيح. وغيرها. طبعا عندي هنا سؤال مهم اليوم، ولله الحمد الله رزقنا بأطفال، كيف ممكن نزرع في عيالنا الإيجابية الصحيح؟ يعني اليوم ولدك يخطي، لا 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 تحاتي، لا تطيح، لا تعور، لا أمورك طيب، إذا طاح لا أمورك طيبة، لا تحاتي. كيف ممكن نزرع فيهم؟ ترى أنت يعني هذه تزرع فيهم من الصغر من النشأة، كيف تزرع فيهم روح الإيجابية؟ جميل. أول شيء الله يسلمك، لا تقول له الريال ما يصيح. إذا صاح قل له تعال قل ليش فيك، أنت زعلان، أنت مضايق. كان ولد ولا بنت عمره 5 سنين تقول له رجال شلون، فما يصير. فأنت في النهاية تقول له أول شيء تعال ايش فيك ايش عندك، فنحاول يعني نرجع للواقع، خلك واقعي، تفاهم للمشاعر. صحيح. بالضبط. جميل. في حادثة صارت قبل فترة، خبرك الويكند الواحد يكون شوي يرقد، ما شاء الله ولدي عبد العزيز يقوم الصباح الله خير، ما شاء الله يحفظه، زين صباحي قبل الكل، فقام وجاني قومني انا بتريق انا كذا، قلت له انا تعبان برحة سهران وكذا، وقمنا وصلينا ورجعنا رقدنا، فانا خلاص ما فيني حيل، فقال لي ابي اكل، قلت له زين اوكي خلاص انت روح شوف لك شو اسمه اي كورن فليكس عندك وكل. مسكين راح خذ الكورن فليكس ويبغى ياكل، فتح الكورن فليكس وجاي يبغى ياكل، شيء ولا جايني يقومني، قلت له ها ايش تبي؟ قال لي بابا تعال، وجاي خايف اروح وانا خلاص تعبان مرهق واشوف الكورن فليكس كله على الارض كامل. فتخيل يعني انا خلاص ما فيني حيل وكنت باخذ تصرف، ولكن رجعت خطوه للوراء وقلت تعال ترى انت اللي قلت له، هو جاك بس انت قلت له روح اكل. صحيح. صح. فقلت له تعال شنو صار؟ قال لي بابا انا كنت ابغى، وخايف مسكين ابى ابغى اسوي. قلت له زين اوكي طاح الحين على الارض صح؟ قلت له ايه. قال لي ايه. قلت له خلنا ننزل نشيله. قال لي ما اعرف شلون نشيله. قلت له نظفه. قلت له تعال بساعدك. فجبت ورقه وجبت ورقه ثانيه وخذت الكورن فليكس دزيته بالورقه وجمعته. قال لي بابا انت مهندس. فهو اكتشف بان في طريقه بان احنا نحل المشكله اللي عندنا. قلت له يلا الحين انت كمل شيء لو نظفه. فالحين الفكره ان احنا لو اول شيء ممكن اقول له خلاص امورك طيبه، نادي الخدامه خلت تنظف، هذه ايجابيه تامه. ممكن اجي اقول له انت ايش بهدلت، ايش سويت، خربت الدنيا، هذه سلبيه تامه. ولكن الفكره ان انا تداركت الموقف، خفت خطوه ورا، خطوه مجازيه خفتها ورا، وقلت له تعال انا شلون ممكن اخلي هذه فرصه للتعلم حق الولد، كيف اني انا اكون ايجابي على اساس احسسه بالمسؤوليه، انت غلطت خليك مسؤول عن غلطك، ما راح الومك، تعال خلنا ننظفه، ما تعرف تنظفه راح اساعدك واعلمك شلون تنظفه، الحين تنظف الباقي. صحيح. سبحان الله نظف وكل وكذا، ولين اليوم يمكن صار له الحين شهور يتذكر الحادثه هذه ويتذكر انه والله اذا انا وسخت شيء مو مشكله راح انظفه. لكن لو احنا لمناه، لو ان احنا وبخناه، صحيح، اذا خربها راح نخش فعلا وراح يكذب، ما راح يكون مسؤول عن اللي هو سواه. فلازم يكون عندنا تقبل الواقع، لازم يكون عندنا التفاهم لمشاعر الولد، تفاهم انه هو ترى صغير وما نشوفه بعيوننا احنا ككبار، ونساعده تكون هي فرصه بالنسبه لنا ان احنا نساعده تكون فرصه للتعلم وليست فرصه للتوبيخ. والله ابو عبد العزيز هذه بعد يمكن اوصل رساله للمشاهدين، يقول لك احنا على ايامنا والان اصبحنا رجاجيل، لا طعش ولا شيء، اضربونا ما تشوف انت. صحيح. يعني ما انت ما تعامل ابنائك مثل ما تربيت، يعني علي بن ابي طالب كرم الله وجهه قال لا تربى ابنائكم كما تربيتم فانهم يعيشون زمانا غير زمانكم. صحيح. على عجاله يمكن الوقت داركنا الان، نبغي في ناس فيهم يعني شو انا اشر على علي، ها فيهم طاقه ايجابيه، فيهم فرح، يعني لجا المكان سوى فيه حركه، في طاقه ايجابيه، وفي ناس عكس ذلك يعني طبيعيين. قبل الهوا كنت اكلم معه، هو يشجع نادي وانا اشجع نادي محلي، فكنت ايجابي انا هو كان سلبي معي. بس هذا تصرف طبيعي. شوف الله يسلمك، سبحان الله نقاط القوة بشكل سريع عبد العزيز عشان بس تفضل. نقاط القوة سلاح ذو حدين. في مثلا عندك ناس عندهم نقطة قوة التفاؤل، فأنت إنسان متفائل، لكن إذا زاد عن حده انقلب ضده. صحيح. ونفس الشيء أتوقع يمكن أنت عندك التفكير النقدي عالي، لا إذا زاد عن حده انقلب ضده.
فإحنا ممكن يكون عندنا طبيعتنا أن تخلينا أن إحنا متفائلين أو نقديين. الفكرة أن إحنا نكون واعيين ونكون متزنين فيها، لأن بيض الله الاعتدال ما يبغي خربان. الاعتدال في كل مكان. بالضبط. محمد حيدر الحيدر، بيض الله وجهك على حضورك ولا أنت. الله يسلمك ولا أنت. الله. مشاهدي الكرام، فاصل ونواصل. مستمرين معاكم مشاهدينا الكرام من بعد الفاصل، أما الآن نتوقف مع فقرة أخبارنا المحلية سريعة. في خبرنا الأول اليوم، أعلنت جامعة قطر عن فتح باب القبول الإلكتروني في برنامج الماجستير والدكتوراه لفصل ربيع 2023، وذلك حتى 29 سبتمبر المقبل. وتقديم طلبات يتم من خلال تعبئة الطلب الإلكتروني على موقع الجامعة الرسمي وإرفاق جميع المستندات المطلوبة، مؤكدا أن قبول الطلبة يتم على أساس تنافسي. في خبرنا الثاني اليوم، أشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي إلى حاجتها للشغل نحو 28 وظيفة، وتشمل معلمين وأكاديميين ووظائف إدارية وفنية لجميع المدارس. وهذه الوظائف متاحة للقطريين وأبناء القطريات ومواليد قطر والمقيمين. في خبرنا الثالث، أعلن الهلال الأحمر القطري عن تدخله لإغاثة المتضررين من الزلزال الذي ضرب شمال غرب الفلبين والمناطق المجاورة لها، وتخصيص مبلغ 100,000 دولار أمريكي من صندوق الاستجابة للكوارث التابع له لتنفيذ تدخيل إنساني عاجل. فهد، كانت هذه أهم أخبارنا المحلية السريعة اليوم. الله يبيض وجهك، يعطيك الصحة والعافية. نروح للرياضة. نروح للرياضة، توكل على الله. إلى الشأن الرياضي، حيث استقبل الاتحاد القطري لكرة السلة في صالة نادي الغرافة وفد مبادرة المرأة العالمية القيادات النسائية الذي يزور دولة قطر حاليا. نتابع معكم هذا التقرير. في إطار الزيارة التي يقوم بها حالياً لدولة قطر وفد مبادرة المرأة العالمية القيادات النسائية، استقبل الاتحاد القطري لكرة السلة الوفد الزائر بصالة نادي الغراف الرياضي. وقد شهدت الزيارة العديد من الفعاليات، إضافة إلى لقاء مع منتخبي كرة السلة للرجال والسيدات. هاي طبعاً زيارة حق وفد جانا من الولايات المتحدة الأمريكية. من ضمن الوفد فيه واحدة صاحبة أكاديمية كرة سلة مشهورة في أمريكا، جيمت فيم، أكاديمية جيمت، لاعبة سابقة كانت تلعب في أمريكا وعندها أكاديمية، واحدة يعني من الناس المعروفين عندنا احنا في كرة سلة، لاعبة مشهورة جدا، وتشرفنا اليوم بزيارتها هنا في الاتحاد، وعملت لها شوية شوتينج مع لاعبين المنتخب. هي حابين شوي تظهر، احنا حابين نظهر لها بعض اللاعبين ولاعباتنا اللي عندنا يلعبون معاها، وتكلم عن تاريخ كرة السلة عندنا وايش انجازات الاهم حققتها، وتبادلنا معاها في الاحاديث في هالموضوع. الزيارة شهدت فعالية الرمي على الهدف، ولعب مباراة ودية استعراضية بمشاركة البطلة جيمت فين المديرة التنفيذية لمنظمة معسكرات جيمت فين لكرة السلة. وتهدف هذه الفعالية إلى التعارف والاستفادة من الخبرات العالمية لصالح المواهب المحلية الصاعدة. ونبقى مع الرياضة، ومن نادي الغرافة لاستديو قناة الريان، فقد نجح متسابقنا ناصر بن مبارك في إنهاء مشاركته الناجحة في سباق الرجل الحديدي الذي احتضنته كازاخستان منتصف هذا الشهر، حتى تمكن من الوصول إلى خط نهاية السباق الذي استمر لمدة نصف يوم. وقد شهد السباق مشاركة 3,000 مشارك ومشاركة في منافسات الثلاثية التي شملت على الجري والدراجات الهوائية والسباحة. يا أبو علي، إن شاء الله نشوفك تسابق معهم الرجل الحديدي إن شاء الله. طبعا وللحديث عن هذه المشاركة، يسرنا أن نستضيف معنا في الاستديو المتسابق ناصر بن محمد بن مبارك المشارك في منافسة الرجل الحديدي في كازاخستان. يا مرحبا ومسهلا بك معنا يا أبو محمد. يا أهلا وسهلا، الله يحييكم وبارك فيكم، مشكورين على الاستضافة الكريمة هذه، وإن شاء الله نكون فرصة أن نلقي الضوء على أهمية الرياضة
ورياضة الترايثلون الثلاثية بالتحديد. الله يبيض وجهك. وفي البداية مبارك لك على أيضا إنجاز أو وصولك إلى خط النهاية، خاصة أنها في ثلاث مسابقات في رياضة واحدة. نبغى نعرف المشاهدين بنافسة الرجل الحديدي أو أيرون مان لمن لا يعرفها. رياضة الأيرون مان هي من رياضة الترايثلون أو اللعبة الثلاثية، هي عبارة عن ثلاث رياضات في رياضة واحدة في سباق واحد. تبدأ بالسباحة وبعدها بالدراجة وتنتهي بالجري، طبعا حسب المسافات، لكن مسافة الرجل الحديدي هي عبارة عن سباحة 3800 متر. ما شاء الله. نعم ما شاء الله. تطلع من البحر أو النهر أو البركة على حسب اللي هو مكان السباحة، تنتقل إلى الدراجة. الدراجة هذه عبارة عن مسافة 180 كيلو متر. ما شاء الله. نعم. بعدها ترجع نفس المكان، تسلم الدراجة وتلبس تكرم جوتي الرياضة الجري، وتبدأ الجري اللي هو ماراثون كامل 42 كيلو. فهذه كل الثلاث مسابقات أو ثلاث مراحل في وراء بعض، لكن تخلصها وراء يعني. فطبعا يبدأ الوقت بداية من ما تبدأ الانطلاقة إلى ما تنتهي، ينحسب الوقت. طيب أبو محمد، اليوم أنت ما شاء الله عليك تتكلم عن أمتار عدد كبير وكلوات كبير. صحيح. اليوم كيف أنت تستعد نفسيا، تستعد جسديا؟ نعم. كيف تقرر أن أنت تشارك في مثل هذه المسابقات؟ طبعا البدايات، أنا بديت طبعا في 2017، بديت مع مركز دراجي قطر على الدراجات اللي هو تابع لوزارة الشباب والرياضة على ما أعتقد. نعم. بديت معهم، تميت معهم سنتين. بعدها واحد من الشباب الله يجزاه خير من فريق كيو تراي اللي هو فريق القطري هذا اللي متخصص في لعبة الثلاثية. انت مع الحمادي ولا مع الشباب؟ والله الحمادي موجود هنا موجود هنا. الحمادي نعم وهاشم موجود. نعم والله يعطيه الصحة العافية، هو حقيقة من الملهمين بالنسبة لنا. نعم نعم الله يجزاه خير، وهو طبعا محفز بالنسبة لنا، ويعني انجازاته ومشاركاته ومسابقاته اللي دخلها صراحة. فبالتالي بديت انا في مركز دراجي قطر، وبعدها شفت أنه مجرد هي رياضة للرجل أكثر والنفس، ففكرت بعد ما كلمني الأخ هذا اللي هو في ترايثلون أني أشارك. طبعا أنا في السباحة شوي ضعيف، لكن طبعا تعلمت السباحة بالتكنيك الصحيح زوم الله خير في مركز اللي هو في كيو تراي، شباب على رأسهم الدكتور ناصر المهندي مسيهم بالخير الله يزخير، والشباب ما في كلهم فيهم البركة إن شاء الله. فهم يعني بديت معاهم وبدينا بتدريبات جماعية وتدريبات إلى ما تطورنا المستوى في السباحة. طبعا الدرجة أنا الحمد لله كنت يعني ماشي جيد فيها، والجري بديت طبعا. ففي عندنا تمارين موجودة مع مركز دراجة اللي هو مركز كيو تراي أو شباب كيو تراي. أبو محمد، كل مشاركة، كل شخص بيشارك في أي فعالية أو أي منافسة لازم يكون هناك استعداد. أكيد. الطلاب عندهم امتحانات يقدرون يراجعون. صح. أنت الآن في مثل هالمنافسات، أنت تتكلم على جري 42 كيلو، تتكلم على دراجة 180 كيلو، السباحة 3 كيلو تقريبا، وشيء يعني شيء أرقام مهولة يعني بالنسبة لشخص. صحيح. يمكن بعيد من الرياضة. نبغي أيضا استعداداتك قبل هالمنافسة. نعم. انت تتكلم على رجل حديدي، لكن كم خذ الوقت بعد منك لين استعدت للمنافسه؟ طبعا انا ما دخلت رجل حديدي مباشره، بديت باللي هي بالسباقات مع الشباب في كيو تراي اللي هو عن طريق الاتحاد القطري لعبه الترايثلون. فشاركت في مسابقات اللي يسمونها السبرنت او المسافات السبرنت اللي القصيره. صحيح. طبعا شاركت فيها مرات، وبعدها للاعداد البدني. اي نعم الاعداد البدني. اضافه الى ذلك انا ايضا شاركت في سباق نصف رجل حديدي مرتين في تركيا. ما شاء الله. كاستعداد ايضا، وكان طبعا حلمي وهدفي اني انا اوصل للرجل الحديدي. عشان اوصل لهالمرحله طبعا تمارين منظمه، انا عندي مدرب عن طريق الاونلاين ينزل لي البرامج التدريبيه واتبعها ويعطيني فيدباك، يعطيني مثلا ملاحظات كذا وتعديل. وطبعا هذه البرامج برامج يعني تصاعديه، تبدا بمرحله مثلا انا بديت تقريبا حق مسابقه الرجل الحديدي هذه من حوالي 4 شهور او اكثر شويه، بدأ الحمل يزيد مع الوقت. فطبعا في طريقة تدريبية معينة متخصص فيها المدرب يعطيني أتبعها، وبالتالي أطور في المستوى، أطور في اللياقة، بحيث أن يكون عندي اللياقة الكافية أني أقدر أشوف المسافات هذه اللي نتكلم عنها. هي فعلا مسافات صراحة الواحد اللي يسمعها أول مرة يعني سباحة بهالمسافة وجري وبالدراجة المسافة الطويلة هذه، الواحد يعني يستخدمها إيه؟ ويتخوف منها. صحيح. لكن مع التدريب وسبحان الله، الله أعطانا الجسم اللي ممكن أنت عن طريق التدريب، عن طريق التنظيم والأكل المناسب والتغذية ممكن توصل لها المراحل.
فما في سبحان الله شيء مستحيل. يعني فكرة الرجل الحديدي هي أساسا أن الإنسان يكون عنده إرادة حديدية. صحيح. لأن طبعا ما حد يقول لك أنا أدخل السباق وما أتعب، وفي تعب طبعا لازم طبيعي. نعم، لكن أنت كيف تتغلب على هذا التعب، على المصاعب اللي ممكن تواجهك خلال السباق، بالتالي أنت تحاول تكمل السباق. الهدف أمامك أنك تكمل السباق وتكمله. طيب هني الله يسلمك، أنا أبي أسألك السؤال، سؤال مهم بعد فهد. يعني هو ركز على الثقافة. صحيح. يعني طور نفسه مع مدرب ودخل ثقافة وعطاك برامج ومشيت عليها لما طورت نفسك. يعني الثقافة شيء مهم في الرياض. أكيد. السؤال يطرح نفسه أخوي أبو محمد، هني أنت يعني من اللياقة عديت نفسك، طيب من الجانب نقول التغذية والجانب النفسي، أنت تكلمت عن الجانب التغذية مهم في الحياة اليومية. صحيح. كيف أيضا تهتم بلياقتك وحياتك اليومية من ناحية النفسية وجانب التغذية للحفاظ على اللياقة؟ التغذية مهمة طبعا. في ناس طبعا تتبع نظام غذائي معين، يمكن الحسنة اللي عندنا في لعبة الترايثلون لأنها لعبة تحمل ومسافات طويلة تمارينها وتحرق، نعم الجسم يحرق على طول، الكالوريات على طول يحرق، فأنت ممكن تتغذى يعني باللي تحبه، ما عندك مشكلة ممكن، لكن طبعا في حدود المعقول، طبعا ما تكثر. صحيح. من الدهون، ما تكثر من الأشياء المضرة، ولكن طبعا تحتاج إلى بروتين، تحتاج إلى كربوهيدرات، تحتاج إلى فيتامينات وغيرها، لكن أنت أيضا تعود نفسك خلال التدريب هذا، خلال جرعة معينة مثلا مسافة، تجرب نوعية من الأكل تناسبك، لأن مثلا في الجري أو السباحة مثلا، السباحة نعم مثلا، إيش بعد مع التجربة والخبرة تعرف إيش اللي جسمك يتقبله أيضا، لأن إحنا مثلا نحتاج كل ساعة إلى ربع تأخذ لك جل اللي هو عبارة عن طاقة، مشروب طاقة أو بار اللي هو فيه بروتين وفيه أيضا بعض الكربوهيدرات، هذه تحتاج تأخذها. فأنت إذا ما جربتها قبل السباق ممكن مثلاً تكون بطنك يغلب عليك، تتعب فمسافة طويلة، فلازم تتعود على هذا الشيء. التغذية بشكل عام في غذاء، يعني أنك تحافظ على غذاء يناسب، صحي مناسب بالكمية الكافية من البروتينات ومن الكربوهيدرات والمعادن والدهون اللي تحتاجها. ناصر احنا مستمتعين معكم، مستمرين وناخذ في بعض الأسرار، ولكن مع المشاهدين بنطلع فاصل قصير ونعود بعده، ابقوا معنا. ومستمرين معاكم مشاهدينا الكرام، ونرجع للرياضة في استديو قناة الريان. فهد، نتابع حوارنا مع ضيفنا المتسابق ناصر محمد مبارك الذي شارك في منافسات الرجل الحديدي في كازاخستان. يا مرحبا فيك مرة ثانية. يا أهلا يا مرحبا. طبعا ناصر، نبغي نتكلم عن جانب مهم للمشاهدين. الآن تكلم أخوي علي الله يبيض وجهك ووجهه عن التحضير وعن الإمكانية، ودخلت تدريجي اللي هم وصلت. نعم. ايضا المشاهدين الان، يعني نبغي مثل ما تكلمنا في الفقره الاولى عن الطاقه الايجابيه او الايجابيه، ما نقول الايجابيه السامه، نقول الايجابيه اللي تفيد الانسان. صحيح. اشخاص في اعمار الزهور مثل ما نقول 28 30 سنه 32 تقول له شارك، قال له انا كبرت. كم عمرك ناصر؟ الله يعطيك طول العمر. 56 سنه. ما شاء الله. الله يعطيك طول العمر. يعني هذا يمكن نقول نموذج او صحيح. قدوه في مجال الرياضة، في مجال يقول لك العمر مجرد رقم، ما دام أنك تتمرن وعندك. صحيح. أهداف وعندك، بتفيدك صحيا، بتفيدك نفسيا، بتفيد المجتمع، بتفيد دولتك، بتفيد المناخ كامل. صحيح. يعني سبحان الله، العقل السليم في الجسم السليم. الله يعطيك طول العمر، ما شاء الله كان الله، والله يوفقك يا ناصر. الله يجزاك خير. أخوي ناصر، أنا مشوية كنت أسالف معاك تحت الهواء مع أخوي فهد، أكيد في تحديات ياتك، يعني أنت شاركت في نصف رجل حديدي في تركيا مرتين. نعم. وشاركت في مسابقات في الدوحة ورحت كازاخستان. نعم. إيش أهم التحديات اللي أنت شفتها؟ يعني اليوم أكيد أنت يعني إن كان الجو، إن كان في التدريبات، في الرحلة، في الشارع، مرتفعات البحر غير، يعني عطنا التحديات هواي، عطنا نبذة عنها. سباقي كان طبعا في كازاخستان. كازاخستان منطقة يعني مفتوحة، ففيها الهواء يشد اوقات ناشف، طبعا اي ناشف، وايضا الشمس تكون حاميه. طبعا هذه من التحديات. انا في تماريني الفتره الاخيره قبل اسافر كازاخستان، طبعا كازاخستان بعيده، يعني انا كنت في بريطانيا فتره تحول شهرين اتمرن هناك. طبعا
طبعا الاجواء تختلف نوعا ما عن جو كازاخستان. مو بنوعا ما، وايد تختلف. والله تختلف يعني إن ممكن الشمس تكون حار يوم من نعم، فهاي تفرق معاك يعني. تدريباتك عاده تكون مناسبه للمنطقه اللي فيها. في بريطانيا كنت اتمرن على الدراجه، كانت فيها سهول وطلعات ونزلات، في حين كازاخستان كانت مستويه. طبعا هذا يفرق معاك لما تتمرن، لازم تتمرن لنوعيه السباق اللي انت بتتخذ نمط معين. اي نعم. ففترة الأخيرة اضطريت أني أنا أتمرن على السبن على الدرجة الثابتة أساس تعطيني بس مقاومة ثابتة أني تكون تماثل اللي بشارك فيه في كازاخستان. يعني التحديات طبعا يمكن في السباق هذا في بدايته، أنا طبعا في السباحة قلت يعني ضعيف شوي، فصادي نوع من الارتباك في البداية، جاني شور أكمل ما أكمل، طبعا شلته من بالي لأن أنا داش لازم أكمل السباق يعني. عندك هدف. هدف هذا هو لازم تكمله اي حال من الاحوال، وهذا هي يعني فكره مما قلت عن رجل حديدي، ان الانسان ارادته حديديه لازم ينهي السباق بغض النظر عن الظروف اللي تواجهه. ف يعني نوع من الارتباك هذا، لكن قمت اسبح شوي على ظهري وعلى يعني ما اخذت الامور يعني واخذت النفس ومشيت الحمد لله خلصت. دخلت مرحله الدراجه، مع الوقت قام يشد الهواء، طبعا هذه صار الهواء مناحر، صار يعني هواء شديد، وانت طبعا بعد 90 كيلو مجهود بحر وسباحه. اي نعم، بعد ال 3 كيلو 800 تدخل انت على دراجه 180 كيلو، وكل ما تمشي زياده كل ما يشد الهواء، ومعظم الوقت كان يعني ناحر ضد الهواء. طبعا هذا انت اوريدي تعبان. صحيح. يوم جيت في الجري طبعا هذه المشكله الكبرى، تبدل الجوتي عزكم الله. اي نعم، تبدل في منطقه التبديل، تنزل ثبت الدراجة وتأخذ التكرم الجوتي وتلبسه وتجري. طبعا 42 كيلو، لكن طبعا الشمس كانت حامية، تحاول تبرد على نفسك بالماء بالعصائر. طبعا الإنسان ما يدخل سباق يعني، هذا أول مرة داخل السباق ما يتمرن المسافة هذه كلها، عادة تكون تمارينا يعني أقل مثلا ساعتين وساعة أو ساعة وساعة، بس ما توصل مرحلة أو حتى توصل 4 ساعات على الدراجة، لكن ما توصل مثلا 6 ساعات اللي هو الفترة اللي أنا أخذتها على الدراجة ذاك اليوم. فيعني هذه التعب والشمس، طبعا في نهاية السباق تشوف خط النهاية، كل ما تقرب تحس بتعب، لكن الإرادة الحديدية تقول لك لا لازم تكمل، أنت داخل بهدف لازم مصرف. وما بقى شيء، فحاول تقنع نفسك أنك لازم تكمل السباق هذا. يعطيك العافية. الله يعطيك العافية. طبعا يمكن لاحظوا المشاهدين إذا طلعت الصور، كنت أنت أيضا بعد طالع الساعة، لحظة كل شوي طالع الساعة، ايش الهدف منها؟ والله لأن أنا كنت حاط لي هدف، لها جانبين سلبي وإيجابي يعني. بالنسبة لي الله يسلمك، أنا لأني داخل وحاط هدف معين، أنا كنت حقيقة يعني كنت أبغي بين 12 ساعة و 13 ساعة، والحمد لله الله وفقني أخذت 12 ساعة و 40 دقيقة تقريبا. ما شاء الله يعني في الوقت اللي أنا توقعته، وطبعا كأفضل وقت كان ممكن أوصل مثلا 12 ساعة وأقل، ما راح أكون راضي بال 13 ساعة، فبالتالي أنا كنت أشوف الوقت دائما. فكل مرحلة مثل هذه مرحلة السباحة كنت أشوف كم وقتي أطالع، يعني حاسب طبعا هي حسبة، تعرف أنت مستواك، تعرف الوقت بتقطعه، فلا وعندك هدف. عندي هدف نعم، أنا كان هدفي أن أخلص السباق بين 12 ساعة و 13. الله يوفقك إن شاء الله. طبعا ناصر محمد مبارك، المشارك في منافسات الرجل الحديدي في كازاخستان، ونموذج صراحة للشباب، إن شاء الله نشوفهم كلهم رجال حديديين. وصلنا معاك للختام، نشكرك على حضورك برنامج ترحيب، وموفق ان شاء الله في منافسات قادمه لا توقف. مشكورين وجزاكم الله خير، واكيد ان شاء الله القادم افضل من نقول ان شاء الله. شكرا شاء الله. يا ابو محمد. مشاهدينا الكرام، وصلنا معاكم للاسف الى نهايه حلقتنا اليوم من ترحيب. لاي اقتراحات او استفسارات وللتواصل مع فريق عمل البرنامج، يمكنكم التواصل عبر بريد برنامج ترحيب الالكتروني، أو متابعتنا والمشاركة عن طريق حساباتنا على الفيسبوك والتويتر والإنستغرام والسناب شات. نرحب باقتراحاتكم واستفساراتكم. بأمان الله. كمال كريم.